نداءات واستغاثات للمنظمات الدولية والإغاثية والصليب الأحمر للتدخل لإنقاذ المدنيين في العبدية من حصار ميليشيا إيران الحوثية منذ أكثر من شهر بحسب الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب، لكن بلا جدوى، ما يشير ويؤكد على تواطؤ تلك المنظمات مع حصار الحوثي للمدنيين واستهداف الأطفال بالصواريخ والقصف العشوائي. وجهنا نداء استغاثة إلى المبعوث الإنساني وإلى نائبه وأيضا إلى كل المكاتب المختصة في مجال العمل الإنساني في أول يوم تم حصار العبدية، لكن للأسف الشديد بأنه لم يتم التدخل في خلال الفترة التي تم محاصرتها من قبل ميليشيات الحوثية إلى مديرية العبدية من قبل المنظمات الإنسانية بشكل عام. وايضا بشكل خاص وجهنا نداء استغاثه الى الصليب الاحمر، وايضا تم مخاطبته من قبل السلطه المحليه بخطاب رسمي الى التدخل الى مدينه العبديه، لانه هو المسؤول الاول عن التدخلات في هذه الظروف، لكن للاسف الشديد لم يتم التدخل خلال هذه المده التي يمر عليها اليوم اكثر من شهر. الوحدة التنفيذية أكدت في مؤتمرها الصحفي اليوم نزوح أكثر من 20,000 مدني من مديريات رحبة وحريب والجوبة منذ مطلع سبتمبر الماضي، خوفا على حياتهم من القصف الحوثي والاستهداف الممنهج للقرى والمنازل السكنية، فيما لا زالت آلاف الأسر عالقة ومحاصرة في ظل غياب تام لتدخل المنظمات المعنية. للأسف الشديد بأن تدخلات الشركاء العمل الإنساني وبالأخص المنظمات الدولية تدخلات لا تذكر مقارنة بحجم النزوح مقارنة بحجم الاحتياج، حيث إن فيه لازال لدينا احتياج كبير في النزوح السابق الذين متواجدين في محافظة مأرب. محافظة مأرب تأوي اليوم أكثر من 2 مليون وأكثر من 2,231,000، ولازال النزوح مستمر إلى محافظة مأرب إلى يومنا هذا، نزوح داخلي وأيضا نزوح من المحافظات التي مسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثية. ومع تزايد أعداد النازحين واستمرار التهجير الحوثي للمواطنين والحاجة لمضاعفة التدخلات الإنسانية للمنظمات الدولية، إلا أن ما يقدم لا يكاد يذكر في محافظة تضم 61% من النازحين في الجمهورية بأكثر من 2,230,000.